حق الله لماذا يوصف به المخلوق؟ الله بدي الذرية وقسم الناس لأربعة. قال البغوي ونقل ذلك ابن كثير: يهب لمن يشاء إناثا كنبي الله لوط عليه السلام، لم يكن له من الأولاد ابن واحد بنات، ويهب لمن يشاء الذكور كإبراهيم عليه السلام ما عنده ولا بنت، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، عنده بنات زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهن، وعنده أولاد كإبراهيم، ويجعل من يشاء عقيما قال كنبي الله يحيى وكنبي الله عيسى عليه السلام فإنه لم يتزوج. ثم ختم الآية فقال إنه عليم قدير. إذا كان زكريا عليه السلام يقول، وقد ذكر الله ذلك في سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. نبي زكريا عليه السلام يقول مرتي عاقر في فكي بدي جنا، نبي يقول مرتي عاقر وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك، الأنبياء ديل عارفين الخير منه، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، تاني كررها، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك. أي زول يقرأ الآية دي تاني يركب يمشي ليفكي ده ما فيه خير أبدا ولا ذرة خير ما فيه، وهذا عدو لله رضي أو لم يرضى، لأن الله صرح فقال قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني على الله هين وعليك انت يا زكريا ما هين ما بتقدر، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.